السلام عليكم. هذا تلخيص تاريخ للمكملين بالكورس الأول. جمعت كل الأسئلة مال الامتحانات الشهرية وحطيتها بالكورس الأول، وأيضا حطيتها بالكورس الثاني. أسئلة الشهرية جمعتها كلها، تفيدكم للنجاح إن شاء الله. هسه نبدي. تعريف: هنا العصر الحجري الوسيط هو مرحلة الانتقال من جمع القوت إلى إنتاج القوت، أي من الصيد والالتقاط اللي هو جمع القوت إلى الرعي والزراعة اللي هو إنتاج القوت. وكانت آلاته الحجرية تكون صغيرة ولكن بأشكال مختلفة، مثلا المناجل والمدقات والهاونات ورحى الطحين ورحى الطحن. كانت المناجل تستخدم لحصد النباتات البرية وكذلك الصيد في غذائه، وجمع الحبوب البرية، ثم تدجين ورعي الحيوانات مثل الكلب للحراسة. وكانت عملية التدجين بحوالي 15,000 سنة. وكانت الكلاب مع الصيادين، وتدخل معهم إلى كهوف الصيادين لأكل فضلات الطعام، وكذلك يلعب بها الأطفال. هنا ووجدت آثار التربية والاهتمام بالحيوان في العراق وفلسطين وتونس والجزائر. هسه راح أسوي أسئلة لهذا الموضوع اللي هسه قريناه، وهاي الأسئلة قلت لكم هاي جاية من امتحانات الشهرية، جمعتها وأحطها بالكورس الأول والكورس الثاني حتى تفيدكم بالنجاح ويسهل عليكم الحفظ والتركيز. سؤال: عرف العصر الحجري الوسيط هو مرحلة الانتقال من الصيد والالتقاط لجمع القوت إلى مرحلة رعي وزراعة اللي هي إنتاج القوت. نانا حطكم فراغ. كانت الآلات الإنسان القديم مصنوعة من فراغ، نين الحجارة. هنا الفراغ من الآلات المصنوعة من الحجارة. شنو الآلات المصنوعة من الحجارة؟ هي المناجل، المدقات، الهاونات، رحى الطحين. نعلل. الإنسان الحجري صنع المناجل. ليه صنع المناجل؟ التعليل: الجواب لحصد النباتات والحبوب البرية. حصد النباتات والحبوب البرية. نحن حاطت لكم فراغ. تدجين الحيوانات بعصر الإنسان الحجري البسيط كان قد حوالي 15,000 سنة. هنا أنا حاطت لكم من الحيوانات التي استخدمها للصيد هي من هي؟ الكلاب. فراغ الكلاب. نانا السؤال: ما هي الدول التي وجدت اهتمام وما هي آثار وتدجين الحيوانات كالكلاب في العصر الحجري الوسيط؟ شنو هي الدول؟ آثارها وين موجودة؟ الجواب هي بالعراق، فلسطين، تونس، الجزائر. هنا حطيت علل: إن تدجين الحيوانات والاهتمام بها والامتناع عن إيذائها ضروري في العصر الحجري الوسيط. الجواب التعليل مالته: الاستفادة منها للحراسة والصيد مثل الكلب. 2- غذاء الإنسان من لحومها وألبانها وحليبها. 3- لجلودها وصوفها تصنع ملابس للإنسان تستره وكذلك تقيه من البرد. 4- تصنع من عظامها المخارز والمثاقب. وهي هاي الأسئلة قلت لكم تجيك بامتحانات الشهرية للكورس الأول والثاني. فهاي كلها جمعت الأسئلة، وشكرا.